اقبست إيه ولعت حمية الوطيس خلاص ما عاد فيها. خلها يا عادل تبرق وترى خلها خلاص خدنا بما فيه الكفايه. نطختوها ترى ايش الهياط هذا اللي انتوا فيه في تويتر في التيك توك تصاميم وفيديوهات وعندنا ثار وثارنا ما يبات واني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها ابا فعل داخل الميدان. بيبي الهلالي اسمعك صوت انت توصل عندي تخضع تفهم ولا ما تفهم لو اكثر من كل الفرق تعال 21 اكتوبر تعال اباك انا اباك ادور الازرق انا ايبه كورتلار كورتلارلا شاكالار شاكالار şakalların hükmü ölümün benim elimden olacak emmi. أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. نادي الهلال نادي كبير نطيح بس نقوم بسرعة ما نطيح وخلاص لا نراجع حساباتنا نصحح أخطائنا نرجع في الطريق الصحيح اللي حنا نبغاه. التحرك لكانسيلو مالكوم كانسيلو عربية جميلة الله 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 يا عيني يا زعيم. ميسي العين نفسه وترك المساحات وترك الشوارع وترك الدفاع وترك سيرجيب وترك الهلال ليعاقب الراقب مرة سالم عطى سالم عطى سالم يا إلهي. يا عالمي يا عالمي يا عالمي مرتدة هلالية جميلة بعمل كبير ونهاية جميلة التورنيدو وعاد سالم ليخلط من جديد ثلاثية هلالية لفريق جيلة وكانسيلو خطير والرابع سالم عاد ليفرح من جديد ليسجل من جديد ليخلط من جديد ليتألق من جديد لابد وهو القائد إلا أن يكون واحد من رجال هذه الأمسية من نجوم هذه المباراة. في هذه اللقطة التورنيدو مر سالم تسديدة يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا كبير يا كبير سالم الاسم كبير جدا 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 الله على أسطورتنا سالم القائد الفذ يقود الهلال إلى الانتصار. القمة لا تتسع للجميع لزعيم واحد وفي آسيا زعيم واحد هو الهلال لا يموت الثأر ولكن يسترد. جيسوس يجمع العين ويضع مع بقية الضحايا جيسوس يجمع العين ويضع مع بقية الضحايا. لقيت جماهير الهلال من تطبيق السنة. السلام عليكم سلم خالد السلام عليكم مبروكين. خد سامخ روح سامخ تعال لا تروح تعال ترى اليوم شفته ولا شيء 10 لاعبين في ملعبك حارسنا ما جاء مدافعيننا ما جاوا ترى كنا نلعب بدون حارس بدون مدافعين والله ترى حارسنا ما جاء لاخر دقيقتين شفت بدي مو طبيعي انا اسجل وانت تسجل وراي اسجل وتسجل وراي اخي شو ما عندك شخصيه يا اخي اشتغل شرطي اذا بتلاحقني كذا والله يصير شرطي. الزعيم واحد الزعيم اللي يجيب بطولات والمعروف هو واحد باقي تقليد قاله زي فوال الطايف صح تلقى فوال الطايف فوال ورد الطايف فوال زهرة الطايف
زعيم واحد والهلال الباقي زعيم كراك زعيم شاورما زعيم ادخل بعد اللي تبي بعدين لسه تعال اقول تعال اجلس هذا ابوهم ترى اللي مسك اليوم ابوهم لسه باقي اثنين عيال الصغار جايينك تلك ابوهم من هنا لسه جايينك اثنين جايك النصر والاهلي هذول عيال هذا مش هذا الكبير اللي متيتك ايه الحين ماسك الكبير من هنا يقول لعيال طقوه يلا خذ حقكم طقوه بمردغونك وبتطلع من المجموعات في كاس النخبة وبتصير انت النادي الوحيد اللي مشارك في كاس العالم للأندية معزوم والله كأنك صديقة العروس اجل مصامخ روس والله ما تفوز يا عمي ارحمني تكبر يا عمي صمخت روسك في ملعبك بعشر لاعبين صمخت الحكم ذا معك حكم معطي اربع دقائق يبيكم تفوزون صمخته خمسة يا ابو 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 خمسة لا تسوي نفسك قوي اجلدك بالعين ولا ابو ظبي اشقك حتى وبدون عليل يلا يلا حي العين اجلدك واشقك واسدد الدين مستواك اليوم اندفن دفنتك بيديني وبدون كفن برا يقول طبيعي الهيبة ولا هي غريبة ملعبك وجمهورك يشوفكم شيء أهلالنا بحضورها تشوف هيبة هيبة زعيمي أدبك ثم يمشي وبعشرة لعيبة ارتحوض خمسة أنا داري جيسوس دا حجاج الشيباني والله العظيم إنه مو طبيعي يخسر مباراة يرجع يخسر كرامتك هلال قوي هلال ما شاء الله تبارك الله أقسم بالله نادي قوي نادي قوي يعرف كيف يرد ثار يعرف كيف ياخذ ثاره بنتيجة تاريخية خمسة خلاص أنا تعبت يا جماعة الهلال هذا تعبني وأنا اتحادي والله تعبت يا جماعة حتى بغياب بونو فازوا بخمسة والله خمسة أربع فارق هدف الهلال يجب أن يذهب إلى دوري أبطال أوروبا نعم أقولها بكامل قواي والله الهلال غير عن أندية آسيا يا أخوان متعودين هاتوا الهلال هاتوا هاتوا الهلال هاتوا ويجي لك الهلال يدقك يكيفك أقسم بالله العين الإماراتي لو عاش 100 عمر على عمره لا هيعرف يبقى زي زعيم آسيا الهلال السعودي العين الإماراتي بس هيبقى زعيم في حاجة واحدة بس زعيم البلنتيات الشيء اللي شهر العين الإماراتي أنها ارتبط اسمه مع الهلال السعودي فقط ولا ما حد درى عنه والله في الدوري الإماراتي ولا ندري وكم ترتيبه مثله مثل النصر السعودي أنهم دائما في الرياض وديربي ديربي ولا هذا عنده 70 بطولة وهذا عنده 21 بطولة أربعة تسمعني ولا ما تسمعني وانت تراك مسؤول اليوم جايب لكم قصة وايد تخوف قصة رعب فاللي قلبه ما يتحمل ما انصح يشوف هالقصة وقصتنا تتكون من خمس اجزاء الجزء الاول لودي يا جماعة لودي ما ننتظر ميتروب ما ننتظر سالم اما الجزء الثاني يا عيني يا سعيد والجزء الثالث عدى سالم وعدى الهلال مرتدة هلالية ونهاية جميلة التورنيدو سالم الدوسري وصلنا الحين حق الجزء الرابع الرابع يا تورنيدو جميل اللقطة الأخيرة نهاية والأرواح أما الجزء الخامس والأخير الأمور في هذه اللقطة التورنيدو مر سالم تسديده يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا كبير أدري أن القصة تخوف وايد بس هذه عوايد بطلها أتمنى أن قدمتها لكم بطريقة عجبتكم وأشوفكم قصص ثانية أحلى وأحلى ومبروكين مع السلامة.